لو الحكاية فيها إن فيتو تمام، يعني يكون التنسيق هدفه تولي أفضل العناصر، يعني المصريين الأحرار ما يهموش إن يكون عنده رئيس لجنة أو رئيس لجنتين أو رئيس خمس لجان، لكن اللي يهمنا إن رؤساء اللجان كلهم داخل البرلمان يكونوا أكفأ وأفضل العناصر. علشان كده إحنا هنخوض عملية التنسيق مع كل القوى السياسية، ليس هدفها إننا نحصل على أكبر عدد من رئاسات اللجان أو من المناصب داخل اللجان، لكن هدفها إن أكفأ العناصر تكون موجودة على رأس اللجان المختلفة.